في هذه البلاد في كندا أكثر فيها الثلوج والعواصف الثلجية، وإذا ما كان الثلج بكميات كبيرة على الأرض لا تستطيع السيارات السير في الشوارع لأنها تكثر الانزلاقات والحوادث، والمساجد هنا قليلة جدا، ويلزم المرء أن يمشي ربما نصف ساعة أو أكثر حتى يصل إلى المسجد ليؤدي فرض الصلاة. هذه الناس تمشي أمامنا كلها ذاهب إلى المساجد. هنيئا لكم يا من تسكنون في بلاد الإسلام، هنيئا لكم يا من تكثر عندكم المساجد، حافظوا على صلاتكم، والله إنكم لفي نعمة عظيمة، فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير الكبير. في هذه البلاد نعاني حتى نصل لنؤدي صلاة ربنا في مسجده في بيت الله عز وجل، ويعز علينا أن نترك فرض الصلاة مهما كانت ظروف الطقس. في بعض المناطق يبقى الثلج على الأرض ما يقارب 6 أشهر، في بعض المناطق الأخرى يبقى ما يقارب 8 أو 10 أشهر ليس فيها شمس أو صيف إلا 2 شهر، وهذا حال الناس هنا المسلمين على مدار العام. فأقول لكم يا أهل الإسلام، يا من يتيسر لكم الذهاب إلى المساجد بكل سهولة في كل حي في كل شارع في كل حارة فيها مسجد ولا يوجد هذه الصعوبة في الوصول إلى المساجد، أحسنوا جوار بيوت الله عز وجل ولا تدعوها خاوية. والله إن الناس هنا من جميع أجناس الأرض وأغلبهم غير عرب، لكنهم مسلمين يحافظون على صلاة ربهم ولا يتركونها مهما كانت الظروف صعبة في أعتى العواصف. الآن توقف الثلج عن الهطول ما يقارب قبل نصف ساعة، ولو أن الثلج ما دام يهطل إلى حين وقت الصلاة لم يتوقف الناس عن القدوم إلى المساجد، يمشون في العواصف. هذه جموع السيارات الكثيرة، هذه الأناس قدموا من مسافات بعيدة جدا، بعضهم يقود أكثر من نصف ساعة، بعضهم يقود ما يقارب الساعة ليصلوا إلى بيت الله عز وجل، ولا يدعون فرض الله ولا يدعون بيوت الله عز وجل. وإذا سألت أحدهم ألا يشق عليك ذلك يستغرب من قوله، كيف يشق علي وأنا أذهب لأؤدي فرض الله عز وجل. والله يا أخوة الإسلام، إن المسلمين من غير العرب يحسنون جوار بيوت الله أكثر من العرب، إن المسلمين من غير العرب يقدرون ويحدثون الصلاة أكثر منا. أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. تونا طالعين من صلاة الفجر، طبعا سبحان الله الملاحظ أن أكثر الناس ينامون عن صلاة الفجر. شوفوا الشوارع كيف فاضية، شوفوا الناس كيف سيارات، سبحان الله الشوارع فاضية. شوفوا الآن ما باقي بيننا وبين يعني طلوع الشمس اللي يمكن حول 40 أو أقل من ذلك أو 45 دقيقة، والناس نايمين تاركين هالصلاة العظيمة نسأل الله السلامة، وخرجين هذه الصلاة عن الوقت يصلونها بعد ما يصحوا من النوم نسأل الله السلامة. لكن شوفوا بعد شوي يوم سبحان الله يجي الدوامات والمدارس كيف يكون استنفار في الشوارع وزحمة، عظم الدنيا وترك الآخرة نسأل الله السلامة. إقبال الغرب على الإسلام وابتعاد العرب عن الإسلام، أخشى أن يبدل الله سبحانه وتعالى أحوالنا وأن ينزع الله سبحانه وتعالى الإسلام من صدورنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.